إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين، خصوصا إلى خلفاء سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهم وسيدنا علي بن أبي طالب الصالحين والشهداء من المهاجرين والأنصار. بعد أن أبي أحمد المهاجر شفاك مقدم. أبي علي بن أبي طالب شكرا شيخ أبو سالم فخر القدس بارك وجم مرسي بارك وجهي وابن هذا الأمر المحترم اليوم صلى الله عليه وسلم. وحبيب محسن بن عبد الله بن أحمد الحامد وحبيب عبد الله بن محسن الحامد وحبيب محسن وحبيب محسن إلى حبيب علي بن سكاف السكاف وحسن إلى حبيب أبو بكر محمد السكاف السيد وحبيب حسن إلى كي هامد سيد الجميل المسلم والمسلمات إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولسوم الفاتحة خصوصا إلى صاحب الولاية هذا المكان النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يسر لنا أمورنا يا رب الجاهي صلوات منصوب يا رب الجاهي. حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا
ومؤلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على الآخرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوب وتلين بها الشعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوب وتلين بها الشعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوب وتلين بها الشعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوب وتلين بها الشعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوب وتلين بها الشعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوب وتلين بها الشعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوب وتلين بها الشعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوب وتلين بها الشعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها إليه منسوب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
واذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقربة وعندك يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد يوم القيامة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أفضل ذكر فلمنه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mari bersama-sama kita membaca istighfar. Jangan terburu-buru, yang khusyuk, yang serius kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita karena Allah Maha Pengampun. Astaghfirullahaladzim. 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 أستغفر الله العظيم 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 لكل ذنب عظيم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Mari bersama-sama kita mendoakan orang tua kita. Mudah-mudahan yang masih hidup diberikan panjang umur, sehat walafiat, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosanya, dan Allah terima semua amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di tempat yang indah, dan kuburannya dijadikan sebagai taman-taman surga. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li dhunubi wali walidayya. Allahumma ighfir li dhunubi wali walidayya warhamhuma warhamhuma kama rabbayani saghira warhamhuma warhamhuma kama rabbayani
بيان صغيرا. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah Bapak Sudur sudah melaksanakan rutinan sholat mansub ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Sehatkan selalu dan lindungi selalu keluarganya, amin. Dan diberikan rizki yang melimpah ruah, amin ya rabbal alamin, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pesan singkat dari saya, mari bersama-sama kita terus berusaha menjadi lebih baik. Ya, seperti yang saya omong di minggu kemarin, orang berusaha menjadi lebih baik itu butuh usaha, butuh perjuangan. Terus jangan patah semangat, sabar. Yang sabar tetap beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah semua dosa-dosa kita dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik di dunia, di kubur maupun di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyamil adzim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tusluhu bil qulub wa tantaliku bil usub wa talinu bi syu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man lahi man sub. Rabbana yassir lana umurana bi jahi Muhammad bin Ali. Rabbana yassir lana umurana bi jahi Muhammad bin Ali. Rabbana yassir lana umurana bi jahi Muhammad bin Ali. Rabbana yassir lana umurana bi jahi Habib Shalih bin Muhsin al-Hamid. Tanqul ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana ya Rabb dhunubana yassir lana hajatina ya Allah. Amin. سلنا حاجة النبي بركة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على كلنا صلى حبيب صلى وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الفاتحة. الفاتحة.
الضالين آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.